هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للنشاويين وش ولا نفس. السلام عليكم ورحمة الله. هش في بهم الانقلابين ذولا حوثة وعفافيش ولا لهم حس ولا نقص؟ ايش في مالكم رقدتم بعد الصاروخ؟ انتم ضربتم صاروخ الا ابرة في التارين. ما في الا الريال اليمني جالس ينقل اكثر من 10 ايام زي الاريال. اقتلوا ضربة برد وزكام وسعال وحمى. دلعين الصاروخ ده قرا عندنا ولا قرا عندهم؟ فهمونا. حتى حفاش ولا حد عفشة ظهرت له. اوه عبدو حوثي، عبدو اكا شوف لنا بالتقويم حقك كده لو في واحد مات او اشترق بالتاريخ. الحسين او الامام زيد او اي حد، حتى بمناسبة الاربعينية حق القائمة انطلقوا قولوا حاجة. بورتوا بوقي انا قدام الناس، خد الخطابات حقكم تنعدم مع المشتقات النفطية، ولا تقولوا انهم بيشغلوكم على بترول ولا ديزل. المهم قابرونا نعرف انكم عايشين بس مش حاربي ورقودي. رقمتم صاروخ للسعودية وحنبتم، يعلم الله يعلم الله من ودف في بكم. ما فيش الا هذا برميل الثورة قام يطالب الامراء يلقعوا له عنده. قد ما قبلت عفاش، ما قبلتش عفاش قاس رحقه من زغط للثاني وهو قد قابلك دولة. آخر ظهور له وصل للحيمتين وحراز والمحويت ومدري وين غطس، ما عاد زاد التقاش بحد. شكله منتظر للعزا حق أي واحد من الأربعين. كل واحد منتظر وين بتقع الردعة الجاية ومترقبين. المهم زغفوا بالصاروخ وبيتك بيتك وخلوا الهنجمة للضاحية الجنوبية. حسن زميرة طلع يفشفش. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين. ما له قد بيرقل ويختبط من دلحين، قد بيقول اللهم صل على خادم الحرمين وحاد الدنيا سلامات. باقي له تكة بسيطة وانه بيفاوض بظهرنا الجنوب قام عبد السلام فليتا. ها 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 قل ما في نفسك لا عاد تتأتش. انه والله الصاروخ هذا الباليستي الذي قصف من اليمن الى مطار الملك خالد في الرياض. ما له الصاروخ يا حسن، قول حق من؟ قول حق من مع الدرينا نحن اليمنيين حق من؟ لا عاد يطلع حق هذاك الناطق اللي اسمه شرف لقمان. كل واحد يقول مش حقي، حق من هو طيب؟ كما هذاك شرف لقمان ساع عزب الويل يفرح بالتهمة، عادوا حانب له بمحاصرة جيزان ومنتظر توقيهات القيادة كما قال باقتحام مركز الإمارة. عادوا مش داري بحكاية الصاروخ. هذا من صواريخ صالح الشهيد الحي، هذا مخزونات صالح. ما له الا الشهيد الحي، شوف البقاحة كيف قال، هي صواريخ صالح الشهيد الحي والحاضر والغائب والإمام المنتظر اللي تخبى بعد أول صاروخ وصل للرياض. ما قلت يا حسن هو ولا من؟ نصدقه يعني؟ لا صدقوا حبيباتي صدقوا. لا ذمتك، وبعدين كما ذمتك وسيعة، ما حد يصدقكم لا انت ولا عفاش. هاتوا لنا الصدق، حق من الصاروخ؟ ولا زال المخزون يعجبك؟ للحين الصاروخ هذا طلع من مخزون الشهيد الحي، والسعودية قدمت 40 من قيادة الحوثي كمطلوبين. ما لها الا حل واحد، يعني هؤلاء الـ40 طلعوا من مخزون الشهيد الحي ولا كيف؟ انا اقول لكم انا اعرف
وبدكن يمين بحلف لكم يمين. لا 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 ما نشتيش يمين، بدك تشتي تحلف لنا براس حسن زين. طمع عمى عيونك، مش انت داري انه قدو بعشرة مليون دولار؟ خلاص قدو من مخزونة الشهيد الحي كمان مع الجماعة. اليمنيون خلال هذه السنوات بات لديهم قدرة عالية على تصنيع الصواريخ. الصواريخ ده ده عبدهم، ده عبدهم، قد عملوا في 3 سنين اللي ما قزمتش انت تعملهم 30 سنة. لقيتوا لكم خدعة، متبردقين متهورين بلا عقول ولا ضمير. قال قدرة على تصنيع الصواريخ، دول عندهم قدرة على انتاج البرتقال والمتبردقين والمقصات بس، انتاج للجوع والفقر والموت. اللجان الثورية مقصات قرآنية عبر الحدود، يسرقوا الكحل من العيون. في يومين اختفت المشتقات النفطية ولا تقوس كبو القواطر والمحطات فوق السفنج. لما وصلت الدبابة 14,000 ريال، قال تصنيع الصواويخ. تشتي تكعفنا هذه الخرطة بالقوة وإحنا دارين بأصحابنا يا حسن زميرة. لا تحلف لنا لا يمين ولا شمال ولا شيء، خلينا على عفشفش. شكله هذه المرة بيقول الصدق. رجال اليمن يستطيعون أن يصنعوا الصواويخ. أو صواويخ ناقص تطلع لنا بشيلة يا زميرة، واليماني تاق فوق واس، والعاشق الكذاب يفرح بالفضيحة، والتحالف يقيم طشيش فوق المساكين. وانت مفتهن يا حسن زميرة، آخر طماشة قرحت عندك في 2006 قد نسينا. فاصل ونرجع نواصل مع حسن زميرة، مدري زميطة، راعوا لنا. حيا بكم ومرحب، كلهم دجالين يدقوها عن تريات قدامنا، لكن قدام المعفطين كل واحد يرقم بها فوق الثاني. المشكلة إنه إيران أينما دخلت قلبت معها المقاذيب والفقر والزومبي وحاجات غريبة عجيبة. تحس نفسك إنك دخلت متحف مومياوات ولا حتى فيلم رعب ثلاثي الأبعاد. تعالوا نشوف مثلاً بعض الأفلام الجديدة الدخيلة علينا. هذه صورة في صنعاء، واحد لابس أسود وفوقه كمراية وقدامه جاهل وبدون أحذية وبالشارع. فعلاً تحس إنك أمام حالات مستعصية على الفهم. بس نفسي أعرف هذا الحبل حق إيش هو؟ الحسين قتلوه في العراق وقالوا اشتغطوا فينا، هكذا هي اليهودة ولا بلاش؟ وهذه في سوريا، في دمشق سوق الحميدية من أجمل الأسواق الشعبية. شوفوا على طقوس إيرانية قد وصلت لها. واحنا يعلم الله متى بنشوف عيال المتوكل والمهدي والشامي والمضواحي وبقية القاوقات مخاليس يتقفزوا ويتمكذبوا بسوق الملح. إيران مش بس خلتهم تبعها، إلا عريانتهم عريانة، خلصتهم خلاص قدام خلق الله، خرجتهم بالشوارع تسروعوا. ما كذبش الإيراني ذاك اللي قال كارتون خاب عيال شوارع. السعودية عندها نفوذ بلبنان وهذا كلنا بنعترف فيه وما بنقدر نتنكر له، وإيران عندها نفوذ بلبنان وعندها احترام بلبنان، بس في فرق جوهري. فرق جوهري جدا. النفوذ الإيراني يا إما يشلح الناس ملابسهم يا إما يلبسهم عمايم سود. قدو نفوذ قال في فرق جوهري يا عبدو جوهري. طيب تعال قل لنا ما هو الفرق، وكأنك مش معترض على جوهري هذا لكن معترض على النفوذ. أن السعودية تتدخل في الشأن اللبناني الداخلي وإيران لا تتدخل في الشأن الداخلي اللبناني. يا السلام عليك يا جوهري، إيران معها نفوذ لكنها فعلا ما تتدخلش بالشأن الداخلي اللبناني، هي تتدخل بالخارجي وبالداخلي وتقلب البلاد زي الشرابة، لا عاد تدري بعد الرأسها من تحتها. قد شفناها في اليمن كيف فعلوا وعادوا من اللي يسموه تعاطف، ما قدوش تدخل عند الحوثي. إيران متعاطفة مع اليمن
إيران موقفها مشرف تجاه اليمن، والشعب اليمني إلى اليوم لا يزال يرتاح لهذا الدور ويأمل أن يكون هذا الدور بشكل أفضل لمساندة هذا الشعب المظلوم. هذا التعاطف الإيراني مشكور، مشكور من شعبنا الإيراني. ما عدرتني هو شعبك هو اليمني أو هو الإيراني؟ قال مشكور يا من شعبنا الإيراني. حسن زميطة يتكلم عن نفسه وأنصاره ويقول عنهم الشعب اللبناني يغب، الشعب اللبناني ينفض. وعبد الملك الحوثي من داخل الكهف يقول الشعب اليمني مرتاح لإيران، والشعب اليمني يأمل، يأمل أن يكون هذا الدور بشكل أفضل. أفضل كيف؟ أفضل كيف؟ ما عاد بقى في اليمن حجر على حجر. من يوم ما تعاطفوا معك وخلوك تعطف البلاد والعباد فوق شاصة، هيا شوف كيف كل هذا وعاد إيران لا تتعاطف عواطف قياشة. هذا عطف لبنان وهذا عطف اليمن، والعواطف بينهم زادت. لما السيد عبد الملك الحوثي بيحكي هذا القائد الشجاع والشريف، يا قلنا قال شجاع وذارع قوال ذه، إنه الشجاع هذا هارب بالكهف يفتقع من ظله. خذوا أبيض من بنات إيب من كرت ما هو مخبى، وإيش كمان؟ والشريف يا عيني على الشرف اللي نهب 5 مليار دولار احتياطي البنك المركزي اليمني، وعادوا هو أصحابه يمصمصوا لحم وعظام الناس بالسوق السوداء. ما يشهد للعروس هلمها، اسمعوا الرد أمانة، ريا وسكينة يتقاملوا. السيد المجاهد حسن نصر الله حفظه الله، عنوان الوفاء ورجل الشهامة والعزيز المؤمن. سيد حسن، السيد عبدو، مسي يده وكل واحد يمسد للثاني تقول لا جلست هدليك، كل واحد يرفع الثاني ويقرح العصبة للثاني. الحليب حقهم بيرشع، الضرع واحد، المسقى واحد. خلونا نختم بشوية أخبار خفيفة من خفيف العقول، وإيش قالوا أعتقد أنه أحسن لنا. قالوا حسن زيد أبو 10 مليون دولار سمع الطائرات عاميات فوق صنعاء قفز لمدرسة بنات، إيش تعمل يا حسن زيد؟ إيش جابك بين القواهل؟ قال نعم، إيش يتضامن؟ تتضامن ولا تتعامس؟ قدك هدف أنت والشعف اللي بوقهك، إيش روعك بين البنات؟ خلي للبنات حالهم، لا عاد تدبرهم، دول لك مخابي ثانية غير المدارس. لا لا الله خير، غرما كم من عمس ما لقيش ولا طريق لقائمة الأربعين. قالوا يسربوا الشعب اليمني من شيق بذمتك، ساعة يدقوا بيوت وساعة صالة عرس، قد شقفوا حتى قبل العروس بذمة اسمه، والله يستر على المدارس. يا حوض هابا لكن شوفوا الحسن زيد مخبأ غير المدارس، خيرة الله عليكم. بنات الناس مش دروع بشرية، استحوا واقوه زي الناس ولا بطلوا زقعات وصواريخ. قالوا كمان حماعي الحوثي ولجنته الفورية تصدر تعميم بمنع طباعة صور الجهال اللي زاغفوهم للمحارق بالجبهات، وبناء على يمين توجيهات الشهوة. شوف على قلة الدين، بدل ما يكون التوجيه منع اختطاف الأطفال والتغرير بهم للقتل، قال لك لا شلوهم بس لما تقرح رؤوسهم لا ترفعوا صورهم. هذه توصيات الزعيمة، توصيات القائد، توصيات هوانم الشبكة الناعمة في المنظمات الدولية. طبعاً الأمر يحرقهم والصور دليل. شفتوا قلة حياة أكثر من كذا؟ قالوا بمجرد ما سمع الحوث أنه المنافذ غلقتها التحالف، قالوا يا رزقا في لمح البصر اختفت المشتقات النفطية من المحطات، وطبعاً ما حد مسيطر على تجارة البترول والديزل لهم، وهوبا يطلع سعره، وسوق سودة حامية، سوق سودة حامية، وسوق الحوثيين السوداء تحس إنهم معاهم منافذ مفتوحة ثانية وكل شيء متوفر فيها. بترول ينقطع بالمحطات بالأسعار المرتفعة أصلاً، لكن بمحطاتهم السوداء دبل الدبل، ومسكين المواطن رجع يعبي بقطرتين وبأكياس بأكياس بأكياس من قد حصلت دلة في زمن الحوثي وحكمهم الأسود.
مستفيدين من هالحرب زي المنشار، طالع واكل ونازل واكل. رفعوا سعر الدولار على الناس ويصرفوا لأنفسهم بالسعر القديم، أمراء حروب وعمايرهم ما تتوقفش. وقال لك عدوان، مو من عدوان ده، أنتم العدوان اللي على اليمن. خاطركم، نشوفكم الحلقة الجاية. Yeah.